رز في ماسفة، رز من اللي بتلهتي يا رز من اللي بتعمليه بالشعرية مع الملوخية، رز اشتفي رايحة الحوض أنا يا عند بعد لما بتشتفي بتروحي من نزلة جوا حالة نظيفة مش ناتنة، هديكي علاجك من شوية حاجات بسيطة بالبيت، ما عندكيش اتصلي بسوبر ماركت يبعد لك كيس يا. وشوفان، عارفة الشوفان؟ هو شوفان، هو ده الشوفان السليم ده برضو لازم تشطفيه، ما تروح الشوال والراجل اللي بيعبيه اخ ممكن يكون ناتن يا. شوفان مشطوف اهو، تاني كلاكيت ده نمرة اتنين، مش هياخد منك وقت خالص بقى يا. شوفان تمام، كله كله في الحلة، ورز اهو اهدى انا نسيته حطيت في حلة بيضة، مش مشكلة ما علينا. لبن بودرة مقطعة، لبن مقطعة قطعوه، انا ما بقطعهوش انا ماشية معاهم، لبن بودرة على الكمية دي اتنين اتنين، مفتح للبشرة وللشعر بيلمع يس. لبن البودرة اهي، استني بقى لما اوريكي يا اختي كمية بقى حسب ما تحبي يا اهو كده 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 كده، خدي المية كلها وسيبي الرز والشوفان لوحده، وبعدين حطي عليهم سكر وحطيهم على النار يا وقلبيهم شوية هيتخنوا اكتر، عبيهم في برطمانات وفي كوبايات وحطي زبيبات، اعملي حاجة حلوة فرحي العيال يعني هتفرحي بشرة اهو. بصوا التخانة بتاعه حلوة قوي، التخانة دي هي بسم الله توكلنا عليك يا رب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اللهم اني وكلتك امري يا رب. اتي زيت جوز الهند مش مراته، زيت جوز الهند مش مراته، انت حاولي تسيب يا من زيت الجوز هند هنا جوه يس اهو. الفقراء كله يقول لكله نعمل لكم حاجة حلوة عند سهلة عند بسيطة جدا، بنبدأ بالخفيف بنخش على التقيل، خش على النار اللي مولعة عند سياحي الزيت بتاع جوز زيادة وهي تنزل تجيبلك ملعقة، بصي ملعقة جريسلين كاملة اهي واو يا بسيط عند رخيص يس. وحضري بقى الزيت بتاعك اللي سايح عند رايح مطرح ما رايح، وقاتي شريط من البوتلات تعريفة بتاعكو اللي في مصر فيتامين او غزو غزو بقى عند رياحه، غزو عند رياحه، قاتي كبسولة غزو عند رياحه اهو، مش بتتغذوا قصوا، وانزلي بالفيتامين اي بتاعك اللازق التقيل ده هون جوه هنا على البال ما زيت جوز هند يساحت وما راحت ومطرح ما راحت. غزو تاني غزو غزو يلا غزو فيتامين اي عند ريحه، كمان غزو عند ناو. هنجيب زيت الجوز هند الملعقة الكبيرة بتاعتنا اهي هنا، وحنحضر المدفعين عشان هنضرب نار ايوة اهو كده هنا جوز الهند السخن السايح، تاخدي على كمية دهين ملعقتين كبار من الصبار، شوفي بقى هديكي حاجة هتدعيلي عليها والله، سيان بقى انت على قد الايد وعايزة تعيشين بالخلطة دهيا لمدة شهر، الزغلول هيبوسك اي والله اي والله يا اختي عليا خليها هنا عشان نحتاجه. اضربي بقى الصبار يا اختي اضربي اضربي الصبار بيحب ينضرب كويس
الزعفران اللي هو بتحطيه على الرز وعلى الحاجات بتاعتك. يس الزعفران من الحاجات اللي بتعالج البشرة من التجاعيد، وانا بعملها بقالي كتير. هتاخدي بنش يعني اهو في ايدي، بصي اهو هتنزلين بيه دلوقتي كده في الاخر في الضربة الاخيرة. يا مترميش العلب، تنفعك هتنفعك عند الزجاجة اهو. وانزلي بالفيس فيشر بتاعك اللي طلع اصبح ربع باينت من الفيس فيشر، وانزلي بيه هنا كده، وكلما قعد كلما لونه. انصحك في الخامة دي انك تستعملين زيت الياسمين، جاسمين ياسمين اهو. ممكن تاخدي بالقطارة او نقطة من زيت الياسمين بتاعك فوق الوصفة دي هي، عشان تبقي عاملة حاجة ريحتها حلوة. alright حقيقي جبار، حلوة قوي قوي اهم. الزيتين حلوين جدا، هينفعوكي لليل والنهار. الشتاء داخل، البشرة محتاجة تغذية، في الشتاء محتاجة تغذية. إذا زيتين كبار حلوين من شوية رز وشوفان، ما انتش محتاجة تشتري شيء جاهز من الشارع. انتي دلوقتي عندك مكوناتك اللي انتي محتاجاها، الجريسلين، لبن البودرة، ريحة الياسمين او ريحة الورد على حسب ما تحبي، الشوفان موجود عند العطار، اعمليها مش هتندمي. خلطة حلوة جدا بجد، كمية مبهرة، بيختفي وبيسيب نضارة وبياض في البشرة. I seriously love. Oh yes. حف اهو كده 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 اهو. انت مساج بقى، مساج يعني. يا سلام ريحة الياسمين جميلة قوي يا ولاد. فراعنة وتوت عنخ آمون وكليوباترا، ايوه، وشجرة الدر اللي ضربته بالشبشب. يس يس بيبي يس. وادي السيروم ناو بعد